على حكايه والله باش كان المتهور في شي مرخص هو الناس ما راه عندهم المنكر. آلاف من التلاميذ يعني كل شهرين كيجي هنايا المنكر، على الأقل بعدا ديروا لنا هنا ستوب. من يتحمل المسؤولية وفاة هذا التلميذ؟ من يتحمل مسؤولية الوفاة هذا التلميذ؟ هل إدارة الجمارك الذي يهمهم جمع الأموال؟ أم السيارات المقاتلة التي لا نعرف هويتها؟ لمن تصلح هذه المراقبة الآن؟ لما غيابها حيث هذه الطرق تعتبر الطرق الدمويه بالسيارات المقاتله؟ يعني كل يوم القتل في هذه الطريق. علاش ما كيديرولناش هنايا الامن؟ على الاقل بعدا غير الصوب. هذه الطريق راه فيها الضوب اللي فيها. وشكرا. في خطر هذا عيب هذا عيب والناس في خطر هذا عيب هذا عيب والتلميذ في خطر هذا عيب والتلميذ في خطر أكبر دائرة أكبر دائرة. تهضرنا مع إدارة مارتشين، هي كانت وعدتنا بأنها غادي تصلح المدرسة كاملة، ولكن بالنسبة لهذاك الباصرير عندهم الإمكانيات الملايير ومن المياري يديروا لنا واحد الممر باش لا الكبير ولا الصغير لا التلميذ ولا والو ما يدوزش من تحت. واه يديروا لنا واحد الباصرير هنا ولكن انا كنت معنا اليوم عطيت الخطه سعد البشير وانتم اخباركم هذا الشيء هذا كان هذا الخطا جديد لان احنا استفدنا من الجهات Yeah!
الكبير يؤرق ساكنة بني نصار وخصوصا ديك منطقة غاسي وحي سيدي موسى. التلاميذ يعانون في صمت ضد الجرائم ضد التلاميذ في الطريق. اليوم كشبيبة مدرسية ننظم ونؤطر وقت احتجاجية ننتج فيها ونستنكر نوم وسبات المسؤولين سواء البلدي أو السلطات المحلية عن تغاضيهم الطرف عن هذا المشكل العويص الذي أطرق السكينة. اليوم نشاهد أيضا مجموعة من التلاميذ عدد كبير في احتجاج وتضامن مع الشهيد أحمد حمداني اللي وفاته المنية جراء مطاردة الجمارك لسيارة فطمت أو أردت الشهيد أحمد حمداني قتيلا. هذا الفعل إجرامي، نعتقد أنه إجرامي لأنه لم يحافظ على كرامة التلميذ ولم يأخذ باعتبار خصوصية السكينة، خصوصية المنطقة الحدودية، ولم تكن هناك أي مقاربة للحفاظ على أرواح التلاميذ. هذه ما هي إلا البداية، ولن نصمت ولن نتوقف عن الحد، بل السكينة بتأطير من الشباب المدرسية، التلاميذ كلهم عازمين على أن يذهبوا في مسيرة نحو سواء اليوم في هذه الوقفة كتلاميذ أولا لتقطيع شيء من دراستي كساكنة لحي سيدي موسى لمنطقة غاسي وبلاد بنفار نطالب كل المسؤولين بضرورة وجود حل فوري وعاجل على ما هو بناء وتشكيل حنطرة مناسبة تصل التلاميذ من منازلهم إلى المدرسة والفصول الدراسية. اليوم لا يعقل بظل الدستور الجديد أنه التلاميذ يعانون داخل المدرسة وخارج المدرسة. أنا أقول باسم الشباب المدرسية أنه حان الوقت من أجل إيجاد حل مناسب وفوري للتلاميذ، وإلى ما إيجاد الحل سوف لا نتفاجأ في قليل من الأيام الآتية بفاجعة أخرى. فأنا أقول كفانا من الجرائم ضد التلاميذ وكفانا من سك دماء تلاميذ على قارع الطريق. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عصام السوداني رئيس جمعية أباء وأولياء التلاميذ مدرسة سيدي علي تبكرت من بابا. النهار ينزل خبر وانيتان وفات ومحضارة وانيتا كالصاعقة، يعني متفاجئ، ولهذا نصدم الضمن مجموعة الفعالية ديوسين شمعوية ديوسين الضمن أكل أسرة الشهيدة وانيتا لأنه نسمات شهيد طريق بني أنصار وبالضبط ذاني تدي غاسي، إلا أنه من مقار نهارا نزد نعلن يعني ندق ناقوس الخطر بالنسبة للمسؤولين لا على الصعيد بني نصار أو على صعيد الإقليم، لأنه وجيشة الوفاة الأولى أو وجيشة الفجعة الأولى إذا وقع عند بريدة أبريدة يعني غاس يجي المسار حافل المجازيرة دينا سميق تدر مجدارة، ولهذا تتاق مسؤولين أدخلن في أقرب وقت لحل المشاكل دينا تصل مشاكل دينا تصل حلول على الأقل اللي خصها ديري يجي القنطارة كبريدة ما يميل، لأنه دين فين دام الزغنة ديال الجهة الشرقية حل المشكلة مونيتا تغاصل المشاكل اللي هنا ماشيين بحكم أنه ما كنحولوا ديك الجزائر حل المشاكل دين القناظر ما يمشي هناك الحدود الوهميه يغانق وانتكشف حلول فينا ممكن الناس ندير القناظر باش تغلو غانغبو المشاكل فينا، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل مجلس البلدي غائب، المسؤولين على الصعيد الاقليمي غائبين، دار الزيسن النهار ادازن ادازن كي نغيش الحوار ادازن نغيش الحوار الساكنه ادازن الحلول الناجعه، لانه لا يعقل انه ام حضارة دي فغزي المدرسه هذه راح هذه غار غاو عسيدي ليسين شده هامده هذه ليسين دي الصندوق او هذه ليسين اشلاء باش انا حاضر ننظر.
قام هو انتشاد الى الاراضي المحتله كنغيهموا هنا يخصو يدافع عن الاجيال الصاعده وغيسين ديال الشمس مشعل قدينا غيسين ديال الشمس مشعل هنا يتمكن النهار راه كنا هيت نتايا نغجن ديال الشوي غيسين طمو هذا دانيتا ولهذا كنتحمل المسؤوليه المسؤولين القرصن اللي خصها تحل من المشكله وانيتا في اقرب وقت وشكرا السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم جمعيه اباء واولياء تلاميذ مدرسه سيدي موسى احنا جينا باش اولا باش نعزرو الضحيه اللي مظلومه اللي فقدت احد ابنائها وبل احد ابنائنا جميعا بسبب السرعه المفرطه اللي كتبلع في الطريق السيار الخطير اللي نبهنا له مرارا بهذا السلطه المحليه على اساس ان هذه تعتبر خطوطه سوداء ولكن لا حياه لمن تنادي. داروا الحواجز وهذه الحواجز انا كنعتبرها فخ باش يسكت فيها مواطنين اخرين من ضحايا اخرى اخرين عفوا لانه اولا الارتفاع ديالو ما كافيش باش يذبح جوامع السيارات باش يذبح السياره هذا ما كافيش وانا كنعتبره فخ الى بقى هكا وغادي يسكت ابو ارواح اخرين الى ما ردتش السلطه المحليه والسلطه المنتخبه باش تغير لينا باش تنقد هذا الوضع اقرب وقت. هذا الولد هو الوحيد عند امه وهذا كيزيد من المأساة ديال هذه الحادثة زائد حنايا كنبهوه إلى خطورة واحد الواقعة هنايا أن هذا المطار الحضاري فيه مطاردات وجودية من طرف الجمارك على الناس اللي كيمارسوا التهريب وهذه أيضا دعوة باش نوقفوا هذا الشيء ولا نشوفوا شي حلول أخرى نغيروا هذه المطاردات اللي كتوقع هنا وهي السبب وراء إذا إن شاء الله حنايا الطلبة ديالنا باش ما تكونش هذه الوقفة لأجل فقط وقفة لأجل الوقفة بل حنايا بنا وقفة لأجل تغيير ما يمكن تغييره وفي أقرب وقت وكنحملوا باسم الجمعية المسؤولية السلطة المنتخبة والسلطة المحلية على جميع ما سيترتب يعني مستقبلا من حوادث في الطريق إن لم يعني تسعى السلطة إلى تغييرها والسلام عليكم.